اجى البلاء. خوف زيارة مرتك برا. يلا بسرعة. هذا اللي بتبدأ يرشه على الحيط. شو بقدر رايح جاي؟ الله يرفع البلاء عنه. ادخل جيران سيدي. راؤول صار خليه يفوت. احترامي سيدي. اتركك انت وزوجتك تاخذوا من كل شيء. لازم مين ما يشوفك يعرف انك لرؤوف. حتى هو بالسجن مكتوب عشبينك رؤوف. Thank you.
صوتك على حقيقتها. مجنون 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 بالكلام. أنا مجنون؟ حنين لما قلت لي إنك حامل كنت راح أموت، كان بدي إياك بين إيدي، بس ما كنت عم بقدر أوصل لك، ما كنت عم بقدر أوصل لجوزة حلاك. شهرين ما رد عليكي، كيف حبلتي؟ من مين حبلتي؟ من مين حبلتي؟ من مين حبلتي؟ ثلاث نسوان وانتو ثلاثة خلوني. من مين حبلتي؟ ما حبلتيني؟ قولي لي بدي اعرف، وقال لي روحك طلع بايدي هلا. مع مين؟ سلمى. ولك قولي لي مين؟ بدي اسم. ولك بدي اسم بس. اتركوني، بدي ادعس برجلي. اتركوني. لا بعتني رؤوف. انا ماني رؤوف. اليوم ورايح انا كسار بطاش، بس رؤوف لا. بقدر افهم بعد كل هالحكي للجاي لعندي. الله يخليك يا حن، انا لازم افهم شو صار. انا بس بدي اقول لك انه ابوك انه شو ابي وحش مجنون يا ستي. حتى لو كان هيك، ولك انت وحده بشعه وما بيطلع لك تحكي عليه بالمره. لا يا ستي، وبتستاهلي واحد يقتلك على الخالص، مو يقص لك كم شعره وتجي تتبكبكي هون بخلقتي. فهميني الله يخليكي، انا بس بدي اعرف انت شو قالت له لحتى هيك عمل فيني. انت حكيتي له الشيء اللي صار؟ قلت لك مالي رح اقول له، وفعلا ما قلت له، بس مو من شانك، من شانه، لانه بكفي اللي مرق فيه بحياته. شيء ثاني؟ تفضلي على بيتك. لو بيطلع لك منيح لي ما خنقك. وهي عدنان، لما بقول جنبي يعني بتقعد مثل مالي قاعد. وهي لفينا. كتر خيرك والله، فضلت على راسي. لا العفو، مو يا قصدي، لا تواخذني عبد. انا بدي اياك تلف وتقعد وشك على الحيط لحتى ما حدا يقرا شفافك. ما بدي حدا يفهم علينا شو عم نحكي. أمرني. هلأ أنا وياك صرنا بالسجن، يعني راحت علينا، ما عاد في شي بيستاهل نتخانق عليه برات السجن. شو قصدك؟ قصدي أنت الوحيد اللي كان بحق له يدخل على الفيلا بغيابي. مزبوط. بدي أقول لك سر، بس بتمنى يضل بيناتنا. شيرين ما كانت مرتي. نعم شيرين ما أنا مرتي. أنا سهلت لك تفوت لعندها الغرفة. معلق انت شو عم تقول؟ معلم هلأ كنت بحرين، شو اللي تغير؟ هلأ انت شو بدك مني؟ شفتك بالكاميرا انت وعم تفوت لعند الغرفة. شفتني؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه أنا ما فت لعند الغرفة. بعدين أنا وجعني ظهري لما تسطح. وهيك الملف بيكون كمان.
كهربا شو هي اللي بدها تنطي؟ تعالوا شوفوا دمو حميمو. مين هاللي ضربها؟ ما بنعرف. ما بتعرف وين؟ أنا بعرف. أنا بدك رادوا أحسن مطاعك لفوق. هون وبعرف منيح شو اللي عم بصير. رؤوف راح احطك بالانفرادي بس يكون فيها تلفزيون وكمبيوتر وتخت مريح. بتعرف سعر تجار مخدرات؟ شو بدك؟ سماير محمود. سماير محمود بدي اياها نص ساعة بين ايدي واعملوا اللي بدكم اياه. راح اكون جاهز. الضعيف ما بيفرض شروط يا رؤوف. لو كنت ضعيف ما كنت جيت من بيتك نص الليل. شو اللي بتمنى لك ما تتصفح؟ رجالي اللي برا ناطرين يسمعوا خبر موتي لحتى ينفذوا اوامري لما كنت عايش. ترام سيدي. اتركوا. حاضر سيدي. بعتقد وقت بتفوت على رتبه اعلى منك تقول له احترامي سيدي، مو هيك؟ هذا وأنا عسكري سيدي، بس سيادتك قلت لي صرت مدني والمدني ما بضرب تحية، ولا أنا غلطان؟ لا اطمن، لساتك عسكري ورح تضل تضرب تحية. إذا رجعت ومنحتونا هذا الشرف فبنضرب لك تحية سيدي. أمرك. نفسي أعرف مين أنت. أنا الذي نظر الأعمى لأدبي سيدي. مين وراك يا رؤوف؟ وراي الحياة سيدي. احكي متعلم. ليش جايبني على مكتبك؟ جايبك لقلك مبروك. على شو؟ اجت برقية بخصوصك. شو بتقول؟ اطلاق سراحك. ايه كتير منيح. ليش سيادتك متضايق وانت عم بتقلي مبروك؟ كأنك مو مرتاح. لا بالعكس، انا كتير مرتاح، بس انا مفجوع. معك حق سيدي، وفراي بيفجع، بس ولا يهمك، نحن رح نضل نزوركن. مانا غنى سيدي. البرقية واضحة سيدي، اطلاق سراحي فورا. انها مشان هيك جيت من بيتي. جيت تودعني مو هيك سيدي؟ طبعا. شخصية كبيرة مثل حكايتك، معقول ما اكون في وداعة؟ الحقيقة انت ما قصرت سيدي لا بالاول ولا بالاخر. الحقيقة جيتك عزيزة كثير على قلبي. نقيب فراس، بلغ جماعة الديوان يحضروا الأغراض اللي استلموها من سيادة المقدم رؤوف مشان إخلاء سبيله. لا فورا. شكرا. جراني سيدي. وصل سيادة المقدم رؤوف لمكتب نقيب فراس. مع السلامة. تصوروا سيدي كنت طالع من غير ما أدي التحية العسكرية. وين بنتك ولك؟ وينك؟ ليش هيك عم تعمل يا رؤوف؟ أنا أبوك. ولك وين أحسن ما طلع مصارينك؟ حق تسجل ابنه، أنا ما بيهون علي، كل اللي حبيت ما يكون له أب. عليك تضحك على جماعة أكرموك وأعطوك بنتهم وتفوت عليهم بهالطريقة. ولك ما هيك أحسن معلق مشناتك أنت وياها. قلت لي ابنة ما هيك؟ ترباية مثل ترباية بنتك ما بتعرف تجيب إلا أولاد حرام. هلا أنا ماني جاي آخذ وقتي معك، أنا جاي أسحطها من شعرها وبس. وحياهم حرام شيل نحن. احكي بأدب يا ابني. بلا أدب بلا بطيخ. وقت بتكونوا مؤدبين ومحترمين مع الناس كل دعتنا محترمة، ومو كل الناس بتخاف من رتب الخرطوش، فحمل حمالك انت وياه واطلعوا لبرا احسن ما كونكم باردكم. نزل ايدك يا ابني. طولوا بالكم يا شباب، ما بدنا نكبر القصة. لا بدنا نكبرها، يهجم على الضيعة ويبطح زلمة هذا ابوه بالأرض. شو وين مفكر حاله؟ الناموس ما بتخبى ولا بيخجل صاحبه. ولك نزل ايدك عم بقول لك. مالي منزل، خلي زلمتك يشيل السلاح من ايده احسن ما كونه جثة. بدك خلص بعد هيك مالي مبعد وزعرني ما عاد بدها. شو لك؟ تهجم على بيوت الناس شو بتسميها يا سيارة المقدم؟ ولك اتركوا انت ويا ابنك بعد. اترك رح اتركك، بثواني بتاخذ زلمتك وتطلع لبرا.
ولا بقى ترجع لهون، عم تفهم؟ لبرا. شيرين وينها؟ شيرين بتشوفها بالمحكمة وبدها تسجل ابنها غصبا عنك. بنتك خانتني يا ابو شيرين، بدل ما تروح تذبحها يا عديم الشرف. نحن ما بنذبح حدا يا سيادة المقدم، نحن مسؤولين عن بنات ضيعتنا، واللي بدي يقرب عليها بدي يقتلنا نحن بالاول. الله يخليكم تدموا على السهل ولدتوا فيها. امشي ناصر. خذ ناصر خذ. روح بلط البحر. الله يتهم منك. بس الله يتهم منك. الله يتهم منك. هذا ما بيخاف الله. لن يسوقكم الا ما كتب الله لكم. لا تخاف عنك ولا ما نحن معك. الله يخليكم يا شيخ. والله شرفك من شرفنا عمي. صباح الخير. هلا ناصر شو بدك؟ مش الحاجة بنزل، تعذبنا شوي بس شرف تعامل معك. وينه هلا؟ تفضلوا لنا غير شوي. ترام سيدي. جبل مع جبل ما بيلتقوا، بس رؤوف مع الكلاب بيلتقي. ليش تغير لونك؟ ايه سيدي داخل عليك، انا كعبد خدامك. رح تضل عمر تاني وتالت تخدم وبس. يا ابنك سيدي غصبا عنك. مظبوط سيدي غصب عني. اسمعوا لك، انت بتعرف انه انا فيني احرقك حرق لحد ما تصير مثل الرماد وكبك بنهر بردة، بتعرف انه رقبتك بايدي وما في علي سلطان وما في عليك شفاعة. بعرف سيدي بعرف. لهيك بدك تنفذ اللي راح اقول لك اياه بالحرف، لانه هالمره ما في مين يتشفع لك. انا بيمنعك. والله والله اللي اسمه الله، لو ما طلعت لي هالشغلة هي لخلي ذريتك كلها تتشفع لك من جد جدك من أيام الجاهلية لهلأ، لخليهم يطلعوا من قبورهم ليبوسوا إيدي ورجلي لحتى أعفي عنك. صح صح قالوا سيدي. أنا جاهز لكل شيء. ما بدك تكون جاهز غصبا عنك. غصبا عني. حاضر. ايه يا ابني، في ادعاء من قبل المقدم رؤوف عليك وعلى المتهم شيرين بتهمة الافتراء، شو بتقول؟ سيدي إذا كان الكذب بينجي الصدق أنجم. طيب هات الصدق لنشوف. سيدي أنا كنت أشتغل عند سيادة المقدم رؤوف 3 سنين، بالسنة الثالثة نويت إني أتجوز، قمت طلبت منه مبلغ 100,000 ليرة والزلمة ما قصر، أعطاني 100,000 ليرة وراح معي على بيت أهلها لشيرين لحتى نطلب إيدها، كتبنا كتابنا عند شيخ معروف بالشام مشان نسجله بالمحكمة الشرعية سيدي. وللأمانة سيادة المقدم ما قصر معي ابنه، وكان معي وحدة بوحدة وضل معي لحتى استأجرت غرفة على قدي وسكنت فيها أنا ومرتي. مرتك اللي هي شيرين؟ أي نعم سيدي. طيب كمل. بعد ما تجوزت صرت أتأخر كتير على دوامي بالفيلة تبع سيادة المقدم. سيادة المقدم انقرق كتير إنه صرت عيد التأخير كذا مرة، قام قال لي شوف يا عابد، يا أما بتلتزم بالدوام منيح يا أما بتشوف لك غير شغلة. قلت أنا دخلت عليه سيدي، قلت له مشان الله سيدي وبست له إيدي ورجلي إنه أنا مالي إلا هالشغلة وما بفهم بشي تاني. للأمانة يعني هو كان كتير منيح معي وشرحت له شو وضعي، قلت له أنا متجوز جديد و... و...
الغرفة اللي مستأجرها بعيدة كتير عن الفيلا والمواصلات صعبة وكل يوم بدي ساعتين للأصل، وإذا بدي أخذ تاكسي سيدي بيروح راتبي كله تكاسي ما بتوفي معي، يعني الراتب كتير قليل. أم الله يوجهه الخير اقترح علي شغلة، قال لي طب شو رأيك في عندي غرفة بالفيلا بالجنينة تبع الفيلا، جيب مرتك وتعوز تكنوا فيها. أنا طار علي سيدي ما صدقت وما كذبت خبر، رحت دغري جبت مرتي شيرين وجينا سكننا بالغرفة اللي هي الصغيرة اللي بالفيلا. شيرين وقت شافت الفيلا طق على سيدي وبلش هيك يعني نفسيتك كلها تتغير، يعني صارت غير بني آدمي. وبصراحة أنا كمان يعني ضعفت سيدي. أحسن أحسن، وحدة وحدة. بعد ما تغيرت نفسيتها شو اللي صار؟ يوم من الأيام كنا قاعدين أنا وشيرين بالغرفة تبع الفيلا والكهرباء كانت مقطوعة، هو في مودة بس كانت عطلانة بالصدفة، يا أما ما في معزول ما بتذكر. أم شعلنا شمعة وقاعدين أنا وياها هيك جو يعني، أم نطلت لعندي وقالت لي ولك عابد عبودي. لك ولعية شو بتنقي شو بدك وليك؟ هلأ هي الفيلا الحلوة اللي برا ليش ما تكون لنا؟ شو ها؟ شو أمرتي؟ يعني قصدي بدل ما تكون لرؤوف أو لغيره ليش ما تكون إلي أنا وياك؟ ولا ما عم بفهم عليكي، يعني شلون بدها تكون لنا أنا وياكي؟ بشوية شطارة وفي الهواء. شيرو هل وقت مقطع الكهرباء بيفصل الشحن عندك أنت يعني بصير عليك بيخض وبياخذ وبجيب، شو بصير لك؟ ليش هيك عم تقول عبودي؟ أنت ما بتعرف شيرو وقت بدها شي شو بتعمل؟ هلا شو بدك قولي؟ بقول بس ما بتضوج علي وبتطور وبتقصر وبتعصب مثل العادة؟ لا خلص قولي بس. ما بدي، وعدني بالأول إنك ما رح تعصب علي وتسمعني للآخر. لك العمى بعيونك وليك قولي بقى احكي شو بدك. رح احكي. نحن ما فينا نقب على وش الدنيا اذا ما كنا ماسكين عليه شيء. لمين؟ لرؤوف. شو بدنا نمسك عليه؟ انا رح اقول لك على قصه، اذا زبطت رح يركض ورانا بايديه ورجليه مشان يراضينا، ورح يدفع اللي فوقه واللي تحته مشان يطلع من القصه وما ينفضح. ينفضح؟ هلا مو هو ضابط؟ يعني شمت الهوى محسوبة عليه والغلطة عنده بكفرة، ونحن إذا ورطناه بهالقصة رح يدفع ملايين مشان يخلص منها. هلا أنت شو بدك؟ ما عم بفهم عليكي، قولي. أنا رح أقول لك بس شوي شوي. إيه؟ أنا مرت رؤوف مو مرتك، والبوبو اللي ببطني ابنه مو ابنك. شو عم تقولي ولي؟ طب مو أنت وعدتني رح تسمعني للآخر بدون ما تعصب؟ لك العمى بعيونك شو بدي اسمع؟ شو جنيتي انتي؟ لك لا جنيت ولا شيء، هي تمثيلية منخلصها ونرجع لبعض ومعنا ملايين. اسكتي 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 وحاجة تخبصي. انا ما عم خبص، انا رح ارفع عليه دعوة تثبيت زواج، عندي واحدة رفيقتي عملت هيك مع واحد غني صاحب معمل وزبطت معها القصة. لك العمى بعيونك على الحكي، لبقى تكملي ها؟ لبقى تكملي. لا بدي كمل. بعد ما ارفع عليه دعوة تثبيت الزواج منقول انه هو قال لك تمثل قدام العالم لانه مرتك الك مو مرته له، وكل الناس هون رح تشهد لانه شايفيني هون بالفيلا، والقصة هيك رح تكون لابسته لابسته. صدقني عبودي والله القصة مضمونة، انا بس بدي اياك ترضى. كلك سكتوا لك سكتوا ولا حرف. ها شو ما فيكي شرف انتي؟ هلا لا تقلي شرف وما شرف، الشرف الحقيقي اني اخلص من هالزبالة. شو ليك؟ لك انا صرت زبالة يا بنت الحرام؟ لك مو انت مو انت، انت حبيبي وتاج راسي، انا قصدي اخلص من الفقر هو الزباله يعني. اقسم بالله العظيم اذا بتفتحي هي السيره تاني مره لسانك بدي اقصه. عم تفهمي وليك؟ خلص حبيبي الله يخليك لا تزعل مني، اقصف عمري والله ما قصدي زعلان. ومن نعمه خلتي تضربي بها الوليل. ايه وبعدين سيدي صارت كل يوم بتذكرني بالقصه، والشيطان شاطر سيدي ابن حرام يعني، والله ما قدرت عليه، ضعفت كثير قدامه يعني عطشان، وطلعوا لي سطل مي من البير. بعد ما صفنت لقيت انه الخطة كتير منيحة ووافقت، لقيت انه اذا ما عملتها رح ضل فقير ورح ضل كل عمري اجير عند الناس. يعني مو مهم كيف بتجيب المصاري؟ لا سيدي مهم، بس يعني ساعد غفلي. لك خطة عم ترسموها مع بعض شهور وبتقلي غفلة؟ سيدي الله وكيلك انا ما كان بدي، ما كان بدي بنوب حتى اسألها لشيرين اسألها. طيب طيب شيلنا من هالحكي كمل. سيدي نحن رفعنا الدعوة اول ما فات سيادة المقدم على السجن. طيب ليش عم تعترف بهالبساطة هي؟ سيدي لأنه أنا وقت عرفت أنه هويتي مزورة فتت معه لسيادة المقدم على السجن. بصراحة يعني خفت أنه شيرين تطلب الطلاق بما أنه أنا بالسجن وتتنعم بالمصاري لحالها. آه يعني لو ما فتت على السجن كنت رح تكمل؟ ما بعرف. أنا اللي بعرف.
سجلت أخباري يا ابني؟ نعم سيدي. في شيء بتضيفه؟ سيدي أنا بدي ابني، يعني أنا ما رح أسمح لشيرين بتسجل ابني باسم حدا تاني. أول شيء نشوف على شو تستقر التحقيقات، بعدين في تحليل طبي شرعي للتأكد إذا كنت أبو الولد ولا في حدا تاني مالك علم فيه. شو عم تحكي سيدي؟ هذا ابني أنا، طبعا أنا أبوه. شو عرفك؟ بجوز اللي عامله كل هالألاعيب إلها علاقة مع واحد تاني. أعوذ بالله سيدي، مرتي كتير شريفة. واضح واضح. عندك شيء تاني بدك تقوله؟ لا سيدي. سجلت أقوال يا ابني؟ نعم سيدي. سكر المحضر يا ابني. يا حسن استلم. سيادة المقدم فضل. يعطيك العافية. أهلين. تفضل. شكرا. المتهم أقر بجريمته بدون أي ضغط. عظيم. إيه بس لازم تعمل ادعاء جنائي، لأنه الدعوة اللي رافعتها عليك رح تسقط بمجرد إن عرضت على الطبيب الشرعي. سيد القاضي أنا بدي حقي بالكامل. بدي ادعي عليها بتهمة الغش والاحتيال ومحاولة النيل من شخصية عامة، هذا حقي. طبعا حقك. بس لازم تقدم عروض للمحامي العام. معروض معروض فورا. انا كان فورا بقول لحالكم قول لحالكم شريف بنتي خبريني شو صار؟ رؤوف يا ابي رؤوف. شو بو؟ جاب اجلي. يعني جاب اجلك غير ان شاء الله يعني. شو الحكايه؟ يعني يا بنتي هلا القاضي بفهمك وجوعي شريف بس نفهم شو اللي صاير يا بنتي ليش مالك عم تردي؟ شريف احكي شبك لو سمحتوا ممنوع تحكوا معها بس لنفهم شو صاير خلاص قالت لكم اسالوا فيها القاضي يسال القاضي